قمنا بالعديد من الزيارات أنا وزميلي كمال المستشار الرئيس المكلف بالاتصال لتفقد وتحضيرات وترتيبات المركز الدولي للصحافة استعدادا لهذه القمة. واليوم هي تقريبا نقدر نقول زيارة أخيرة، يعني وقفنا على مدى الاستعداد والتحضير الجيد لهذه القمة. لاحظنا أنه كيف تم تحضير يعني أكثر من 6 بلاطوهات واستوديوهات إذاعية وتلفزيونية، وتوفير يعني العديد من الخدمات التي يحتاجها الصحفيين، منها حوالي 150 جهاز إعلام آلي والعديد من أجهزة التركيب التي يحتاجها الإعلاميون. إذن في النهاية استعدادات يعني كبيرة جدا، وننتظر فقط يعني أننا نستقبل الوفود الأجنبية وحتى الصحافة الوطنية لكي يقوموا بعملهم على أحسن ما يرام. وكما تعلمون أن وسائل الإعلام الجزائرية المختلفة رافقت هذه القمة منذ أكثر من شهرين في يعني تحضير إعلامي يعني مشهود له. تم استضافة العديد من الخبراء، نشطوا العديد من الندوات الإعلامية، العديد من المقابلات الإعلامية، العديد من المحاضرات. الإذاعة الجزائرية مثلا أكثر من 300 ساعة بث حول هذه القمة. نفس الشيء التلفزيون الذي أوفد العديد من المراسلين إلى الخارج. وكالة الأنباء الجزائرية لعبت دور كبير في تغطية هذه القمة. المركز الدولي للصحافة يعني قام بالعديد من الأعمال بما فيها عمل اليقظة والمتابعة لما نشر داخل الوطن وخارجه حول هذه القمة. إذن يعني في النهاية نقدر نقول أن الاستعداد الإعلامي مهم جدا، ونتمنى التوفيق والنجاح لهذه القمة.